اهلا بحضراتكم مره تانية. بينضم لي من القاهره رئيس حزب الجيل الديمقراطي الاستاذ ناجي الشهابي. يا مرحبا يا استاذ ناجي. ما بين اعاده او الاستعدادات التي ظهرت وشفناها في مصادر لجريده البورصه المحليه وكمان بلومبرج عالميا، وانه بدانا مره اخرى اجراءات طرح بنك القاهره والمصرف المتحد للبيع، يا في البورصه يا المستثمر الاستراتيجي، كيف ترى هذه التجهيزات والاستعدادات؟ ومعلوم طبعا موقف حزبكم من مسألة بيع الأصول. يا مرحبا، اتفضل. أهلا بيك يا أستاذ محمد. طبعا احنا في حزب الجيل رافضين لبيع الأصول، وبنرى إن الصندوق السيادي مهمته إنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة وليس لبيع أصول حاليا. ومعترضين ايضا على ان تقييم اصول الدوله بالجنيه المصري، ولا بد ان يكون هذا التقييم بالدولار الامريكي حتى لا نقع فريسه لابتزازات وضغوط صندوق النقد الدولي الذي يعني يحاول جاهدا لاحداث تعديلات كمل يا استاذ ناجي اتفضل. نعم، الصوت بدا في بعض يعني في تقطيع في الصوت، لو حضرتك تكمل مره تانية اتفضل. دلوقتي الصوت كويس؟ نعم دلوقتي كويس اتفضل. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك يعني ان احنا ما يعني احنا بنطالب بان يكون تقييم الشركات المملوكه للدوله بالجنيه بالدولار وليس بالعمله المحليه، لان تقييم العمله المحليه بيجعل الحكومه المصريه تحت واقعة تحت طائله ابتزاز صندوق النقد الدولي اللي كل شويه بيضغط من اجل تعويم جديد للجنيه، بحيث في النهايه يتم طرح تلك الشركات اللي اتكونت عبر عشرات السنين بقيمه اقل من قيمتها الحقيقيه عندما يكون مثلا الدولار بالنسبه للجنيه بارقام فلكيه. احنا طبعا هذا الطرح الاخير اللي احنا تقرنا عنه الموضوع ان بنك القاهره طرح 49% منه او طرح المصرف المتحده، ما اعتقدش ان هذا الوقت هو مناسب لهذا الطرح. احنا محتاجين تغيير في السياسات، تغيير في شخص محافظ البنك المركزي، وتغيير في شخص الوزراء المسؤولين عن المجموعه الاقتصاديه، بحيث يكون هناك سياسات جديده بافراد جدد يعني يغيروا تلك السياسات ويحاولوا يعني يحافظوا على العمله الوطنيه، يحافظوا على قيمتها، يردوا لها اعتبارها، وفي نفس الوقت يكون هناك قناعه تامه لدى المجموعه الاقتصاديه او لدى الحكومه حافظ البنك المركزي بانه ليس الحل في تعويمات للجنيه، لان كل تعويم للجنيه بيترك اثاره على حياه الناس. طيب انا هناقش مع حضرتك النسبه، ثم القيمه. هم هيطرحوا 49% من بنك القاهره، ما تعليقك على النسبه اولا؟ لا، اولا هم مسؤولين هذا الطرح، يعني احنا معانا 51% يعني الاداره، الاداره تبقى اداره حكوميه، ولكن الطرح نفسه في هذا التوقيت طرح خاطئ. انا ما اطرحش اصول الدوله عشان اسدد الديون. يعني احنا محتاجين تغيير في السياسات من اجل ان نحافظ على اصول الدوله، ومفيش مانع ان نطرحها فيما بعد عندما تكون هناك قيمه حقيقيه لها. اما انا لما يكون الجنيه من حوالي خمس سنين الدولار كان بخمسة جنيه ونص، واجي حاليا لما الدولار يصل الى 30 وممكن يصل الى 40، ابيع اصول الدوله وقيمه الجنيه المستنيه كان انا يعني بضاعه ببلاش. ودي واحده من ضغوط المشترين يا استاذ ناجي، لذلك هنقلك للنقطه الثانيه وهي بكام هنبيع ال 49% دول؟ احنا قدام تقييم مبدئي كان ب 750 مليون دولار، من 700 ل 750 اول السنه، دلوقتي احنا قدام من 550 ل 600 مليون دولار، يعني في 150 مليون دولار وقعوا مننا. ازاي شايف هذا الوقوع في النسبه؟ عشان كده احنا انا برفض هذا البيع. يعني كنا احنا كنا رافضين نبيعه، والتقدير كان من 700
300 مليون دولار الى 350 مليون دولار. يعني ازاي بقى نبيعه واحد بتقدير اقل 500 و550 او اقل من ذلك او اعلى بكثير. دي كلها معناها يعني ده هذا الكلام كله بيتم بيضر الاقتصاد المصري ضرر بالغ. لذلك يعني ردا على هؤلاء المشترين، ردا على ضغوط صندوق النقد الدولي، ردا على الصناديق السياديه للدول الخليجيه، لازم يكون هناك ايضا قرار سيادي مصري بعدم بيع وصول الدوله في هذا التوقيت. ونحن ونهتم اهتمام كبير جدا بجدوله الديون، نهتم اهتمام كبير جدا بان احنا نرشد الاستيراد لاقصى درجه ونشجع التصنيع المحلي بحيث يعني يبقى يغطي احتياجات المصريين، ويبقى فيه خطه طويله خطه قصيره الاجل مده سنتين ثلاثه نتيجة فيها الفسنه، وان واذا ارادوا بعد ذلك ان يطرحوا بعض الاصول للبيع فيكون بقيمتها الحقيقيه وليس بقيمتها اللي عاوزها المشتري.